استشهد 4 مرضى في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة جراء انقطاع الكهرباء. وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قرب نفاذ الوقود والحصار الإسرائيلي يهددان حياة المرضى والأطفال الخدج في المجمع الطبي، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية. ونشدت المؤسسات الأممية كافة سرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم الطبية في المجمع. وكانت قوات الاحتلال قد أجبرت إدارة مجمع ناصر الطبي على وضع 95 كادرا صحيا و11 من عائلاتهم و191 مريضا و165 من المرافقين والنازحين في مبنى ناصر القديم في ظروف قاسية ومخيفة، بلا طعام وبلا حليب أطفال، مع نقص حاد في المياه.